السلام عليكم. تعودنا كل سبت أن نحصد أبرز الأحداث الوطنية والدولية، لكن هذا العدد الخاص سيكون لحصاد حصاد الوطن فقط. نستعرض اليوم أهم المقتطفات التي ميزت هذا الموسم. نترككم الآن ومن دون مقاطعة لكم مع مشاهدة ما حضرناه لكم، ثم نعود إليكم لكن بعد حصد الحصاد. الفلان يحرج الأفافاس، الموالاة تحتفل والمعارضة تحتج، والجيش الوطني الشعبي في مواجهة تهديدات إرهابية، والغزو الصخري عنوانها. أولوية الجزائر اليوم تعديل الدستور وقانون المالية التكميلي لتعزيز التقشف. الجزائر تخسر شرف استضافة كأس إفريقيا 2017 أمام الغابون، خسارة رياضية وهزيمة دبلوماسية. جدل جديد في الجزائر، حملة للسيقان المسطورة في مقابل حملة للسيقان العارية، بعد أن تغنت باقتصاد قوي وخزينة مليئة، وشبح الاستدانة يطل من جديد. We'll be right back.
صحيح أن الوضع في الجزائر لا يتحمل المزيد من التصعيد لعدة اعتبارات داخلية وإقليمية ودولية، وبالتالي فإن السلطة وفقا للعارفين بشأن السياسي في بلادنا بحاجة إلى تحصين الجبهة الداخلية للصمود أمام تلك التحديات الخارجية، لكن لن يتأتى ذلك إلا من خلال فتح قنوات الحوار مع المعارضة والمجتمع المدني. فالأغلبية لا تعني الاحتكار، والديمقراطية لا تعني تنظيم مسيرة تأييد ومنع مسيرة رفض. وإن كان الحديث عن استغلال ثروات البلاد فهذا من حق السلطة باعتبارها المخولة دستوريا لأن تكون الأمين عليها، وهي المخولة دستوريا أيضا لحفظ أمن البلد بكل أنواعه، لكن ليس من حقها إقصاء رأي الشعب في قضايا تخص الشعب، وليس من حقها احتكار القرار وفقا لمقتضيات الديمقراطية التي اختارتها هي نفسها نهجا لتسيير البلاد. الجزائر اليوم بحاجة إلى المصارحة والمشاركة الكاملة للجميع، سلطة ومعارضة، وتحريم الإقصاء والتفرد. والجزائر اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى للبحث عن عقد اجتماعي جديد يحقق المساواة والعدالة وسيادة القانون والتداول على السلطة والرضوخ لصندوق الاقتراع وعدم المس بأي حق من حقوق الإنسان، وكل ما عدا ذلك سيكون مصيره في حكم المجهول. وزارة التجارة تقرر تحرير عملية بيع الخمور، حكومة بمشاكل متعددة وحلول مهلوسة. ستستأنس قرارات حمود بوعلام بقرارات الويسكي في المحلات التجارية، ستتزين مدننا وأحياؤنا بمحلات بيع الخمور ويسكر. يا مواطن، انت وامك ومراتك وحماتك وسبع عيال وبتاخد 7 جنيه اتكل على الله واشتغل رقاصة. يلا، بعد هذا القرار التاريخي ألا يحق للمواطن أن يطالب بدعم هذه المادة؟ فمن حقه أن يطالب اليوم بأن تحقق المساواة بين أسعار الخمور وأسعار الزيت والسكر حتى تكون في مستوى القدرة الشرائية للمواطن، ولما لا نصل إلى برنامج واسع نحقق من خلاله قارورة ويسكي لكل مواطن. لماذا تخرج علينا الحكومة في كل مرة بقرارات غير صحية وبحلول سكرانة من الأقراص المضغوطة إلى القارورات المهلوسة؟ ومن المتناقضات المضحكة أيضا أن الجزائر قد تكون البلد الوحيد في العالم الذي ينتج البطاطا ولديه أزمة بطاطا ولا داعي لقلب المواجع، لكن على ما يبدو لسنا أمام غاز صخري فقط، بل أمام سياحة صخرية وفلاحة صخرية وبرلمان صخري وحكومة صخرية وواقع صخري. فمشكلتنا أكبر من الحجر وأقل من الجبل، لكنها تبقى صلبة وجامدة. ومن المتناقضات المضحكة أيضا أن الجزائر تخسر شرف استضافة كأس إفريقيا 2017 أمام الغابون، خسارة رياضية وهزيمة دبلوماسية. سلال يأمر بوضع نفقات مختلف الوزارات ومؤسسة الدولة تحت الرقابة القبلية والبعضية. عن أي نفقات ورقابة سنتحدث؟ من نحن؟ وما دخلنا؟ المال لغيرنا، والحكومة تعرف ما تفعل. ليس من حقنا الحديث، وليس من واجبنا التحدث، بل لسنا مؤهلين للخوض لا في الرقابة ولا في النفقات ولا في سرقة ونهب المال العام ولا في الفشل المتراكم، فكل شيء على ما يرام أصلا. نحن الجاهلون المهووسون الكاذبون اللصوص البعيدون عن الواقع، كيف نترك مشاكل شعوب أخرى ونسلط الضوء على مشاكلنا فقط ونكذب على الناس بأزمات موجودة إلا في مخيلتنا فقط؟ فنحن الصحفيون الإعلاميون بحاجة إلى طبيب نفسي يعالجنا من داء الكذب ووباء الهوس وتخيل الأشياء، ولما لا تخصيص طبيب جراح لكل صحفي لاقتلاع لسانه حتى يتهنى الفرطاس من حكام الراس.
59 سنة والجزائر تحتفي بطالب، وجامعات في العالم الثالث تحتفي بتصنيفها ضمن أحسن الجامعات العالمية. أرقام هائلة في مقابل واقع هائل متناقض مر مخجل مقرف لا يبعث على التفاؤل. من البحث العلمي الذي إن وجد تحول إلى كومة غبار على رفوف وزارة البحث العلمي، إلى مسابقات الماجستير والتوظيف التي زورت في عدد من الكليات والجامعات، إلى نظام الـLMD المحشو حد التقيؤ في مقاييس سداسية، ناهيكم عن بقية مقاييس العام التي طروشت الطالب والأستاذ معا، مرورا بمذكرات تخرج لعدد الطلبة كوبي كولي وأساتذة مروا مرور غير الكرام فحصلوا على رتبة دكتور دون الحصول على البكالوريا. للأسف حال الجامعة الجزائرية اليوم، يمزوق من برا واش حالك من داخل. لكن هل توقفت مشاكل الجزائر اليوم على عري سقان؟ ألم تعرى جيوب الجزائريين قبل سقانهم؟ ألم يعرى اقتصاد البلد؟ ألم تعرى الجزائر بالكامل؟ ألسنا بحاجة لسطر العورة التي كشفها الفساد في غالبية القطاعات والمؤسسات؟ ألسنا بحاجة لقطع الضمائر العارية التي بلعت المال العام؟ ألا تعاني غالبية الإدارة الجزائرية من عري القلب بالبيروقراطية والمحسوبية التي هرم منها المواطن فجعلته يصاب بمختلف الأمراض ومنهم من مات؟ لماذا لا تخرج حملات فيسبوكية تويترية وجوجلية لإيقاف العشق الممنوع بين الجزائر والفساد؟ قد لا تكون مشكلتنا في الحجاب ولا في العهر، فقد تكون في أننا نغطي العهر بالحجاب. فمشكلتنا لا تتوقف فقط عند سقان العارية المعرات. الجزائر اليوم ركبة خشبة وهم يقولون مبروك الحصان. صحيح أن الكثير ركع ويركع لهذا النظام كأفراد وكدول لديها قابلية رهيبة لاستعبادها، لكن الجزائر التي لم تركع يوما للذي ركع له المرفوع له اليوم وأمس، لسان حاله يقول هو دق علينا وإحنا عرفناه، أشنو ناوي وجاوبناه، الكبير في الكركاع خاوي. إبراهيم هذا راه الداهية، هذا راه علامة اتلوا فيه، هذا قاري العلوم سكولوجيا والعداب والتاريخ سمعته. ما تنساوش انتخبوا الجماعة بالموسيكم بوسيوا الحالة شويتم ثانية يا سيدي. الشيطة شيطة يشيط تشيتا، طبعا ليس باللغة العربية الفصحى وإنما بالدارجة الجزائرية الفصحى. اليوم ندخل إلى عالم أو إلى أعماق الشيطة ونستعرض ماهيتها، تعريفها، أنواعها، أسبابها وطرق العلاج منها إن أمكن، مع العلم أن هذا الأمر موجود في كثير من دول العالم. تعريف الشيتة دارجة جزائرية، الجمع شيتات. الشيتة وسيلة تستعمل لتوسيخ كل ما هو نظيف. التعريف الاصطلاحي للشيتة هو سلوك غير سوي ينتهجه البشر عندما يشعرون بالعجز عن ممارسة شيء ما أو الوصول لهدف ما، سواء كان منصباً أو مالاً أو جاهاً، أو لممارسة الشيتة من أجل ممارستها فقط. أنواع الشيتة كما ترون على مختلف الأنواع، نبدأ على كل الأنواع. هذه أكبر شيتة المتوفرة عندنا. التاريخ لا يأبى إلا أن يعيد نفسه في الجزائر بمشهد مله الجزائريون ولفظه الزمان والمكان بإسهال مائي سريع أخرج في ذلك الزمان والمكان
كل الصور والسياسات والعقليات والخرطيات والديناصورات. فما الفرق بين المؤتمر العاشر وذلك الزمان؟ سيطرة كاملة على كل مؤسسات الجمهورية من الرئاسة إلى البرلمان، مرورا بالحكومة والمجالس المحلية إلى عديد الإدارات بحجة حزب الأغلبية. أما البقية فإلى البلوعة. عدنا إلى الزمن الذي نستيقظ فيه وننام فيه ونقضي حوائجنا فيه على أخبار الحزب الواحد، ولكن بنسخة 2015، حزب واحد مرشوم بعرائس الجراجوز التي تنظر لها عين السلطة بهذا الشكل، ومنها من هو بهذا الشكل. الجزائر ليست للأفلام فقط، كما أن المال ليس لمجموعة فقط، كما أن المناصب ليست لجهة واحدة فقط، كما أن الوطنية ليست حكرا على حزب فقط. الجزائر للجميع بكل أطيافها وأحزابها وجمعياتها، بكل رجالها ونسائها، في عزها ورخائها، في شدتها ومأزقها. الجزائر اليوم في مأزق اقتصادي وسياسي واجتماعي لا يمكن للأفلان وحده، مهما بلغت درجة ذكاء وفطنة وبداهة من فيه، أن يخرج الجزائر من هذا المأزق المتعدد الأوجه. فإذا كان الأفلان بحاجة إلى الجزائر، فالجزائر بحاجة في هذا الظرف بالذات إلى كل أبنائه ومؤسساته وأحزابه وجمعياته. والجزائر التي ضحى من أجلها ذلك المليون ونصف المليون شهيد، فمن أجل بقية الملايين، من أجل بقية الأجيال، وليس من أجل الأفلان. فهؤلاء الشهداء عقدوا العزم أن تحيا الجزائر وليس حزب الجزائر. الجزائر يا سادة للجميع بكل ما فيها من خيرات وثروات وفرص وحظوظ وأرض وجو، فكفى أن تتركوا للشعب الفتات والخردوات والقمامات والفضلات والأفات والمآسي والأمراض والبيروقراطية والمحسوبية والفساد. الجزائر يا سادة للجميع. عندنا أسعار المواد الاستهلاكية مرتفعة، وعندنا أيضا سعر هذه السلعة الفنية مرتفع. أما السلع التي يرفض لها أن ترفع هي هذه. ليلى علوي في مقابل مواطن سفلي. بالأمس حديث عن تحرير بيع الخمور، واليوم حديث عن استيراد الدربوكات، ومن يدري غدا حديث عن استيراد الرقصات ليكتمل الكرنفال. سقان عارية وأحزمة مشدودة ودربوكة مضغوطة ورأسني جدع. ومواطن غبي يقول: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سعد الزينة في الحمى وسعد الشي نفس ما. We'll be right back.
الباجي قايد سبسي في أول زيارة له خارج تونس، زيارة واجب أم زيارة لازم؟ في ليبيا ستتكرر حال وجود خطر أو تهديد، ويدعو مصر إلى تكثيف غاراتها. نقد وعذر أقبح من الذنب. أسبوع اليمن من الانقلاب على الشرعية إلى الانقلاب على المفاهيم. البحاح ومن معه يخونون الوطن. اليمن برأسين، هادي من عدن والحوثي من صنعاء. تنظيم داعش يعدم 21 مصريا في ليبيا. الشر الأوسط الكبير ينتقل إلى المغرب العربي الكبير. المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن عن مقتل أكثر من 220 ألف سوري منذ بدء الأزمة. الدم السوري الذي أريد له ألا يتوقف. الاحتلال الصهيوني يتمادى خارج الأرض المغتصبة ويقصف الخرطوم والعرب خارج مجال الحدث. إلى الحصاد الدولي الذي سيكون حصاداً عربياً. ما ذنب الجزائر إن كانت ليبيا ما بعد الثورة تحولت إلى بلد للميليشيات؟ ما ذنب الجزائر إذا كانت أكثر من 1600 ميليشيا تريد أن تحكم ليبيا؟ ما ذنب الجزائر إذا كان بعض من الليبيين ومن قصورهم في دول أوروبية طلبوا تدخل الناتو لإنقاذ ليبيا؟ ما ذنب الجزائر إذا كان من يقود حمام الدم اليوم في ليبيا ألا يثق في قدرة شعب ليبيا على الإطاحة بحكم هو المتضرر الوحيد منه واستنجد بالناتو؟ ما ذنب الجزائر إن حرمت على نفسها الدم الليبي أو المشاركة في سفكه كما فعل بعض من أشقاء المتحدث؟ ما ذنب الجزائر إن كنتم تبحثون عن شرعية سلاحية مدفعية طائرية دموية ولم تجدوها؟ هل ليبيا بحاجة فعلا إلى سلاح؟ أليس السلاح الليبي من وصل إلى داعش من بغداد إلى بوكو حرام من نيجيريا مرورا بسوريا ومصر ومالي ودول الساحل وحتى إلى الجزائر؟ لماذا هذه القوة والثقة في النفس التي أصبح يتمتع بها حاكم طبرق بعد زيارة أسياده في القاهرة؟ قتل في ليبيا على يد داعش أبرياء لا علاقة لهم لا بداعش ولا بالسيسي، تغربوا في ليبيا وهم في أوج حربها من أجل لقمة عيش أبنائهم وعوائلهم. جريمة نفذها تنظيم يدعي شرعية الدين، فاحتضنها من يدعي شرعية الدنيا. لكن المتفق عليه هو أن داعش بارع في رعب العرب، وها هو يصبح كالوباء ينتقل من مكان عربي إلى مكان عربي آخر، كانتقال الإيبولا من بلد إفريقي إلى بلد إفريقي آخر. فللعرب داعش وللأفارقة الإيبولا.
أطفال سوريا شهيد يسعفه شهيد فيداويه شهيد فيشيعه شهيد فيصلي عليه شهيد فيدفنه شهيد فمتى ينقذ ما تبقى من أطفالك يا سوريا؟ الروهينجيا دليل على عهر وفسق وقبح وكذب ونفاق ونرجسية وكره الغرب، دليل على وضع مترد مقرف كارثي مخجل مبكي مخزي لحال المسلمين. ذلك هو الشعب غير المسطور فوق الأرض، المسطور يوم العرض. فكرة القوة السريعة ستولد بعد 4 أشهر من الآن، وإلى ذلكم الحين قد يتمخض العرب ويرزقون بجيش عربي قوي سريع يكون سندا لسائر الجسد، وقد يخرج بعد الطلق وطن مشوه مشلول يزيد من ضعف الجسد، وقد يتمخض العرب ويلدون هالف لايف نسخة 2015. التحرك العربي الحازم في اليمن كسر كبرياء إيران في سويسرا وجعلها توقع الاتفاق. إن الاتصال بالعرب غير ممكن حاليا، قد يكون ضمير العرب مغلقا أو خارج مجال التغطية، يرجى إعادة المحاولة بعد قرن. ذكرى النكبة أم ذكرى الندبة؟ من قال إن العرب منكبون اليوم من أجل فلسطين؟ ففلسطين ماتت في الضمائر قبل القلوب، إلا في الجيوب فباتت قضية استثمارية رابحة لكثير من العرب. من قال إن الاحتلال فقط من يغتصب أرض فلسطين؟ فصمت وتواطؤ كثير من أنظمة العرب حول فلسطين إلى بلد الاغتصاب من كل اتجاه. من قال إن الاحتلال فقط من يغتصب الشعب والأرض؟ عن أي فلسطين نتكلم؟ على مدار 67 سنة من الاحتلال، البعض اغتصب مقهوراً مكسوراً، والبعض اغتصب راغباً قانعاً. اغتصبت الأرض فولد من الرحم المغتصب حالة جديدة لم نرها إلا في هذه المنطقة، قابلية رهيبة للاغتصاب. ومع هذا يبقى الشرفاء الذين سيعيدون شرف الأمة شاء من شاء وأبى من أبى. من قال إن العرب غير موحدين فهو جاهل، فالتقوا عند مشارف المئة عندما يتعلق الأمر بانتخاب فارسهم، كما التقوا في مراتب الفساد وانعدام الحرية ومشاهدة ما لا يشاهد. فالعالم في كل مرة يستمتع بمشاهدة مهازل العرب الانتخابية في الوقت الذي يستمتع فيه كثير من العرب من تبوئهم مشاهدة ودخول المواقع الإباحية عالمياً. ما أشبه وما أقرب نسب مشاهدة كثير من العرب للمواقع الإباحية مع نسب انتخاب زعمائهم. ما بلاد العرب؟ بلاد العرب لم تعد كأوطاني، بلاد العرب دمار وخراب، بلاد العرب دماء وأشلاء، بلاد العرب لم تعد كأوطاني. من الشام لبغداد إلى بنغازي فصنعائي، فلا حد يقربنا ولا دين يجمعنا، لسان الحرب لغتنا بطائرات وعبوات، بلاد العرب لم تعد كأوطاني. لنا أنظمة سلفت سنلقاها وإن خلعت، ولو في وجهها وقفت دهاد الشعب والأرض. بلاد العرب لم تعد كأوطاني، فهبوا يا بني قومي إلى اللطم بالمسمار، وغنوا يا بني عربي بلاد العربي في خبر كان. اسمع بها ما تبحاش، ما تبحاش جامي طحت في الميسيون هذه. لحد الآن لم أشاهد قناة الوطن الجزائري، لم أشاهدها وحبذا لو أشاهدها. ماني نشوف والو، أنا في الأرجيري والو، ماني نشوف والو والو، أنا نشوف غير الحديد غير طونوبيلات.
غير الزمار. يا ما نكذبش عليك مانيش نشوف فيها انا جامي ما نعرفهاش جامي شتها ما نشوفها نشوفها هكذا ما شتهاش بيان باش نستغلها نجوز عليها هكذا ما عنديش عليها معلومه مليحه انا لا تري لي شانت على الجيري كامل ما نشوفهمش لا ما نشوفهاش قناة الوطن الجزائري لا ما نعرفهاش ماشي حاجة هي من الحصص اللي شفتها مرة ولا مرتين وقناة الوطن في الحقيقة شفت عدة حصص فيها والحصة هذه تحكي على يعني ما وقع في الوطن الحصة هذه عجبتني بها وشفتها عن طريق الفيسبوك داخو قوي على حسب الفيد إذا كنت قاعد بدون شفتها في الحقيقة شفتها في فيسبوك بارطاجيتها يا اخو هذاك كما تاع الشياتين هذاك عجبني بالبزاف يا اخو هذاك فور هذاك هو حيت شون بون ميسيون تري بيان ما فوالا حيت اللي عجبتني فيها تاع الشيتا انا عمي شوفها لي ميسيون تعجبني بزاف وعندهم الحق برافو كمل 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 برافو كمل يونس صاد الوطن هي في الحقيقة حصة تبعث على الاعتقاد بأنها حصة تتناول أهم محطات الأخبار أو أهم محطات الأسبوع لكن متابعتها تفضي بالإنسان إلى عالم آخر وإلى نوع جديد أقول جديد في تناول الأحداث فهي تقريبا يمكن تسميها أنها تتعرض إلى مهازل الأسبوع سواء في الوطن أو خارج الوطن مشفوعة بتعليق خاص جدا من معدها لذا تبدو لي أنها حصة لا تتعلق بحصاد الأسبوع بقدر ما تتعلق بنوع آخر يحمل بصمة معدها تدفع إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بحصة أخرى لا تتعلق بحصاد الأسبوع لذا أنا أقترح على المعد أن يغير تسميتها إلى تسمية أخرى تكون أكثر وفاء لمضمون الحصة برنامج حصاد الوطن الذي تناول خلال هذا الموسم عددا من الأحداث والقضايا الوطنية والدولية منها ما أثارت موجة انتقاد واستياء ومنها ما غيرت معالم وضع وفيها ما انكشفت حقيقة أو مجموعة من الحقائق أخبار وأحداث وطنية لم يغفل عنها البرنامج فبين غرابة بعض منها وخطورة البعض الآخر من قضية الغاز الصخري التي كادت أن تأخذ أبعاداً أخرى إلى ملف التربية الذي لم يكن في أحسن أحواله هذا العام مروراً بالحراك السياسي في الجزائر خاصة ما تعلق بأحزاب المعارضة والموالاة إلى قرارات لم تكن بحاجة إلى من يؤكد غرابتها كحل الأقراص المضغوطة في قطاع التربية وقرار وزارة التجارة بتحرير بيع الخمور إلى زوبعة السقان العارية إضافة إلى الجبهة الاجتماعية التي ميزتها الإضرابات والاحتجاجات وغلاء الأسعار فكانت أحداثا متتالية ومتسارعة عبرت عن واقع أو أمر واقع لم يفرض نفسه فقط على المواطن وعلى الطبقة السياسية بل فرض نفسه على البرامج التلفزيونية إلى درجة أحرج البعض منها أمن وسلامة الجزائر كان من المواضيع التي لم يغفل عنها البرنامج إضافة إلى المواقف المفاجئة وغير المبررة لدول محسوبة في خانة الدول الشقيقة والصديقة للجزائر فكان التذكير من البرنامج بمعطيات يعرفها العام والخاص القاصي والداني عن أنظمة هدفها إما توريط أو زعزعة استقرار الجزائر التي أصبحت تعيش في محيط إقليمي ودولي مغاير متسم بالفوضى وعدم الاستقرار الأحداث الدولية كانت من أولويات البرنامج خاصة العربية منها فهي الأحداث والأخبار التي فرضت نفسها بقوة على الإعلام العالمي برمته خاصة وأن كثيرا منها يعيش على واقع الدم والحرب من ليبيا التي أصبحت نموذجا للدولة الفاشلة المنهارة إلى سوريا التي دمرت بنيتها وشعبها إلى اليمن التي زعزع استقرارها تقاطع مصالح إقليمية ودولية مروراً بمصر التي انتقلت من نموذج للديمقراطية إلى نموذج للقضاء عليها أمام مرأة عالم الديمقراطية وحقوق الإنسان انتهى إذن موسم حصاد الوطن الجزائرية بهذه الأخبار والأحداث التي ميزت كل أسبوع من كل شهر والتي اختارها لكم البرنامج كمحاور له
فلم يكن سهلا اختيار أي منها نظرا لدقتها أو لغموضها أو لتعقيدها أو لتشابكها مع قضايا أخرى أو لغرابتها أو لسذاجتها وسخريتها. فجاءكم البرنامج بذلك الشكل الذي حاول التماشي والتعاطي في تحليله وتعليقه مع طبيعة كل حدث أو خبر أو قضية، بيد أن القاسمة المشتركة هي تلك الحروف التي كانت بحاجة إلى نقاطها بعدما وضعت على أحرف غير أحرفها، فتولدت المفاهيم الخاطئة أو الغامضة أو المشككة أو اللامبالية. ومع هذا تبقى نسبة الخطأ واردة في الطريقة أو النهج المتبع، وخلافاً لبعض السياسيين يمكننا أن نعترف بالخطأ إن وجد. حصاد الوطن أفطن يا شعب أفطن. السلام عليكم. مرحبا بكم في حصاد الوطن، حصاد الأسماء المنكر والبطل. الشعب رفض صعي فقل هاد اللعب، وعلى بنا وعلى بالكم شكون يثار النار لهوا. حاب يديروا غاز الصخري والبلاد في صخرية، أحسب عقب الكرسي الأخر شيتة ذهبية. وكم من شيتة أنزلت الرجل المناسب من المكان المناسب، ووضعت الحقيرة المناسبة في المكان غير المناسب. بقية فلان لتحت وفلان الفوق، شعب شبع ميزيرية هما حتى زرع مسروق. زيدوا كبروا القضية بين الحجاب والمني، تهو بالساق العارية البلاد صاي سفني. لكن هل توقفت مشاكل الجزائر اليوم على عري السيقان؟ ألا تعاني غالبية الإدارة الجزائرية من عري القلب بالبيروقراطية والمحسوبية التي هرم منها المواطن؟ ونسكت بلا حدود صعي مرقنا للمسيرة، باش نسونا في حمود جبتونا قرعي برا. ما كان لها تروح للمزيد صاي تحاوزوا الشيوخة، زيد يا بو زيد جابونا أقراص المضغوطة. الفضايح راهم بالكوطة يا أخي بلاد العجايب، طبيت أموال مسروقة المراقب ديما خايف. إذن على هذه الأحداث والأخبار الوطنية والدولية المتسارعة المهمة والغريبة والخطيرة والأليمة والمضحكة والمبكية، ينتهي موسم من الحصاد على أمل موسم جديد في أخباره وأحداثه، على أمل وطن أم جامع لا مانع يكون فيه المواطن المدلل لا المذلل الهدف لا الوسيلة، أن يصنف فيه كل مواطن على هذه الأرض الطاهرة من ذوي الحق، أن يزول عدل الظلم والمحسوبية والرشوة ولهف المال، وأن يحل محله الضمير وفقط، أن تزول تنمية الجيوب وأن تعود معها تنمية هذا الوطن العطشان الجائع للتنمية، أن يشيد سد منيع بين الجزائر والفساد، أن يكسر السد المانع للحاق جزائرنا بأمم تأخذ من جزائرنا كل شيء. نلتقي على أمل أن تكون الجزائر للجميع. لنا أمل في لقاء جديد يكون فيه عشق هذا الوطن العلامة المسجلة لكل سياسي ومسؤول ومواطن فيه. لنا أمل في لقاء لا يغطى فيه العهر بالحجاب وتطلق سياسة النفاق والمصلحة الذاتية أو الحزبية المصلحة الوطنية. ببساطة نأمل في لقاء يكون فيه المواطن أهم واهتمام هذا كما يكون لهذا بأن يكون اهتمام ذاك. نأمل في حصاد باعث على الأمل. نرجو أيضا لقاء ينخفض معه مستوى نفاق وكذب وعنجهية وأنانية الغرب، على أن ينخفض معه أيضا مستوى سذاجة ولا مبالاة وأنانية وسطحية عرب ومسلمين. نرجو لقاء يسطر فيه العرب والمسلمون بثوب العزة لا بثوب الضحية، وأن تسطر عقولهم كما سطرت أرجلهم. نرجو لقاء تعرى فيه عورة ونرجسية وحقد الغرب. نرجو لقاء تحقن فيه بحار دماء العرب والمسلمين وكل البشر التي غطت يابسة التسامح والتعايش. ببساطة نرجو لقاء يفتح فيه ضمير العرب وأن يعود لمجال التغطية المكانية والزمنية. نرجو لقاء
يستعيد فيه العرب والمسلمون ما حصده الغرب مما زرعوه أيام مجدهم ببساطة. لا نرجو ولا نأمل في أقوال عربية وإسلامية. ببساطة أخرى، نأمل أن يتغير موقعهم من الإعراب العالمي كمفعول به أو عليه. ومع هذا يبقى الحال أينما ذهبنا، هنا أو هناك، هم زرعوا ونحن نحصد، هم لا يحصدون ونحن لا نزرع، وحصاد القول والفعل، هم يأخذوا الحبة ونحن نأخذ القشرة، وبين هذا وذاك السلام عليكم.